حلو قوي. ايه ده؟ اول مره يطلع لي في الجهاز كده. ده الجهاز طلع لي علامات حمراء، معنى كده ان العمليه دي خطيره. يو يو يو، انا متحمس جدا جدا لاول يوم مدرسه. بص كده في الورقه دي. ايه ده يا ماما؟ يا ماما ايه ده؟ اول مره اشوف قط شرير كده. في يا ماما انت بترميها ليه؟ بتجري ليه بره البيت بسرعه؟ كتر ما هو قاعد بيرسم الصوره سبع الكوميدينو عنده، فجاه وهو نايم بدا يحلم بكوابيس. ها كرتون كات وصل. ايه ده؟ يا نهار ابيض، الولد اتحول. يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ ابن اتحول، ابن اتحول يا دكتور. انا كرتون كات، انا كرتون كات. ماما ماما بسرعه، ماما الحقيني، بالله عليك الحقيني، المره الجايه عليا قوي، انا حاسس انا بموت مش قادر. مش هتلحقي ابنك يا عيني، انت فاكره انك هتلحقي ابنك؟ لا 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 لا، كرتون كات سيطر عليه خلاص. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل قدام عيني ده؟ ايه ده يا دكتور؟ ايه اللي انا شايفه في ابني ده؟ انا بقول لك عالجه مش تحوله. انا لازم اجري، انا اجري دلوقتي، انا خايفه منه. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل ده؟ ام الولد مشيت وخافت من ابنها؟ هي فاكر ان ابنها ده شرير، هي ما تعرفش اللي فيها. ايه ده؟ هو انا فين؟ ازيك يا دكتور؟ هي ماما فين بس؟ مش بقول لكم الولد اتكلم عادي، هي ما تعرفش، انا ما لحقتش اقول لها ولا اشرح لها اي حاجه اصلا. الولد كويس ولكن بس محتاج ياخد دواء معين. هي اللي سابت الولد ومشيت. معلش بس يا دكتور، هو مين ده اللي ساب الولد ومشي؟ هي ماما فين؟ بتجيب حاجات؟ ماما امك يا ابني راحت تشتري حاجات وهتبقى تيجي. طب يا دكتور انا عايز انام دلوقتي، انام فين؟ طب انا هاخد الولد ده وديه فين؟ اوديه فين؟ والله مش عارف اوديه فين. انا اوديه في بيتي خلاص. بقولك ايه يا حبيبي، تعالى تعالى انام عندي النهارده. هو ليه يعني؟ انا ماليش بيت ولا ايه؟ لا لا ليك بيت طبعا يا حبيبي، ليك بيت. تعالى 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 اوديك بيتي. اهو يا حبيبي، هو ده البيت اللي انت هتكون فيه. ايه ده؟ هو ده البيت يا عمو؟ انا ادخل بسرعة ادخل بسرعة. واو ايه البيت الجامد ده؟ ايوه بقى تلفزيون. ايوه بقى، وبص بص القعدة دي، القعدة دي والله جميلة. تخيلوا البيت ده احسن من البيت بتاعي، انا اصلا مش فاكر البيت بتاعي كان عامل ازاي. واو ايه البيت الجامد ده؟ مالك يا حبيبي، انت اول مرة تشوف بيت ولا ايه؟ لا لا ده بس البيت بتاعك حلو بصراحة. هو سؤال بس يا عمو الدكتور، انت ليه لابس لحد دلوقتي السماعة اللي انت كنت بتكشف فيها عليا؟ ايه ده؟ والله العظيم نسيتها. حلو اللي انت فكرتني. ماشي تمام، تعال بقى اوريلك سريرك اللي انت هتنام فيه. شوف يا حبيبي، هو ده السرير وهي دي الاوضه اللي انت هتنام فيها. ماشي يا عمو، والله بجد انا فرحان جدا. يعني انا هنام هنا لحد ما ماما بس تشتري شويه حاجات وبعديها تاخدني وانزل بقى معاها، صح؟ صح. ماشي روح بس نام يا حبيبي، روح نام. ماشي ماشي يا عمو. ياه الولد ده صعبان عليا، انا مش عارف بصراحة هل امه فعلا هترجع ولا لا. يا رب انا مش عارف اعمل ايه. الله خلي الواد نايم وانا انزل اشوف شغلي. ايه ده؟ انا فين؟ هو ايه المكان ده؟ مش انا كنت انا نمت هنا، انا نمت الصبح وصحيت بالليل فده عادي يعني. يا دكتور يا ماما، هو انتوا فين؟ هو مفيش حد في الشقة دي ولا ايه؟ الشقة تحسها مهجورة ولا ايه؟ في ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ هو النور ليه قطع فجأة كده؟ بس هنا في شمس، الشمس بتطلع وفي نور شوية، بس معرفش ليه النور قاطع المدينة كلها كده. انت فين؟ انت فين؟ هو ايه ده؟ انت اللي فين يا عم؟ انا ما اعرفش حاجة والله. ما انا هو في ايه؟ هتعمل لي نفسك البريء بقى وكده صح؟ انت فاكر اللي انا سبتك؟ ما انت خلاص بقيت يعتبر تحت سيطرتي. ايه ده؟ تحت سيطرة مين؟ انا مش تحت سيطرة حد. انت بتقول ايه؟ لا 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 لا، بص كده وركز كويس. ايه ده؟ يا نهار ابيض، يا ماما يا ماما انا استخبى 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 هنا، مش عايز اشوفك، ابعد عني ابعد عني. ما تخافش مني يا حبيبي، ما تخافش مني، ما دام انا مسيطر عليك فمش هاذيك، ولكن انا هوجهك للخير. هو انت فاكر ان انا بجد كرتون كات الشرير؟ لا 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 لا، انا كرتون كات الطيب. كرتون كات الطيب؟ انا عمري ما شفت كرتون كات طيب اصلا، في كل الحلقات والمسلسلات والحاجات
الحاجات اللي بلاقيها في النت يقولوا عليك اللي انت مخيف جدا. لا 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 لا، شوف يا حبيبي انا مش شرير، ولكن الناس اللي بتقعد تقول عليا شرير وديني قدامك اهو. هل انا مثلا مسكت سكينة وموتتك؟ ما انا كنت زمان عملتها من زمان لو انا شرير. صح عندك حق يا كرتون كات، ولكن ما انا برضك خايف، يعني اعمل ايه غصب عني. تعال 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 اقرب مني وما تخافش، تعال. حاضر، مع انك طويل قوي وانا خايف بصراحة. نعم. شوف، بما ان انا مسيطر عليك وانا عارف كل حاجة عنك، للأسف امك سابتك والدكتور ده اتبناك. اتبناني؟ يعني ايه اتبناني؟ انا مش فاهم حاجة. شوف يا حبيبي انا فاهمك كل حاجة. امك سابتك اول ما لقيتك اتحولت الكرتون كات، وانا اديتك القناع بتاعي لان انا يعتبر كنت سيطرت عليك اصلا هناك في المستشفى. الشخص الوحيد اللي يعرف كده هو انت، وتاني واحد الدكتور. الدكتور ده من اذكى الدكاترة اللي موجودة في المدينة، هو الوحيد اللي يقدر يشيل السيطرة من عليك اللي هي سيطرتي. هو انت عايز تقولي اللي انت سيطرت عليا يعني، وانت اللي اديتني القناع وحولتني؟ ايوه، انا اللي اديتك القناع وخليتك تتحول من بشري الى كرتون كات، ولكن انا في ايدي احولك لبشري تاني زي ما انت شايف دلوقتي انت بتتكلم معايا وانت بشري. طب بعد اذنك ممكن تسيبني في حالي؟ شوف انا هقولك على حاجة، انا مش هينفع اسيبك في حالك، ولكن انا قلتلك اللي انا يعتبر مش شرير، ولكن جاي اكلمك في حاجة تانية خالص، لان كده مامتك للأسف هتسيبك ومش هترجع لك تاني. ماما؟ لا لا لا، ماما كانت بتشتري شوية حاجات وجاية، يعني الدكتور قال لي كده. شوف انت لازم تسمع كلامي من هنا ورايح، الدكتور ده بيضحك عليك ولازم تمشي من البيت ده بكرة. امشي من البيت ده بكرة؟ ده كفاية ان هو يعني بصراحة محترم جدا وخلاني نام، وكمان جاب لي اوضة مخصوص ليا وتقول لي امشي من البيت، يعني اروح فين؟ شوف من اول ما انت تحولت على طول مامتك طلعت تجري وخافت منك، لان هي افتكرت ان انت هتفضل متحول كده دايما، وهي اكيد مش عايزه ابنها كده، والموضوع ده ملوش علاج خالص الا عند الدكتور ده. وللاسف الدكتور كان لسه ملحقش يتكلم معاه عشان يشرح لها عن موضوع المرض ده. لحظه، هو انت كنت معانا في الاوضه؟ يعني كنت معانا في المستشفى ولا ايه؟ ايوه طبعا انا كنت مخفي. وانت بتاخدش بالك ولا ايه لما باجي بكلمك وانا مش موجود؟ يعني بكون مخفي اصلا. يا نهار ابيض، بتكون مخفي؟ يبقى كده شرير. يا جدع لا، اسمع مني. بص انت باين عليك هتغلبني. انا هخليك دلوقتي تقوم من النوم. يلا بينا. يا ابن انت يا حبيب قلبي اصحى، انا زهقت. يا دكتور، في يا دكتور بتصحيني كده ليه؟ يا ابن اصحى مالك، في ايه؟ انت ناقص تديني بالقلم. اديك بالقلم يا دكتور؟ انا صحيت بس مفزوع، بس يعني كده. مفزوع؟ مفزوع من ايه؟ انا مفزوع من ايه يا كرتون كات؟ قال لي ما اقولش للدكتور اي حاجه. لا مش مفزوع، انا عادي يعني. بقولك ايه، انا انزل تحت اكل. انزل اكل. ايه ده، ماله الولد ده؟ هو مش قال انه مفزوع؟ مش عارف، بان عليه في حاجة. انا كرتون كات قال لي ما اقولش حاجة لحد، وما ينفعش اقولها بالذات للدكتور، عشان كرتون كات ما يزعلش مني، وانا طبعا ما ينفعش اخلي كرتون كات يزعل مني. انا حاسس ان انا مش فاهم حاجة بصراحة. شوف يا ابني يا حبيبي، انا رايح دلوقتي الشغل فمش هتأخر، يعني اهم حاجة انت بس ما تطلعش من البيت عشان ما تعمليش مشاكل، عشان مش ناقص مشاكل بصراحة. مشاكل؟ ربنا ما يجيب مشاكل، انا مش بعمل مشاكل اصلا خالص يا دكتور. انت روح وانا هتلاقيني نايم اصلا في السرير. ماشي. يلا سلام سلام يا حبيبي. ايوه، بما اني بقيت لوحدي انا لازم اطلع بسرعة في الشارع واستدعى كرتون كات. بس ايه ده، هو ما قاليش بصراحة ازاي استدعيه، يعني في مثلا كلمة معينة؟ طيب مش عارف، ممكن خلونا بس ننزل الشارع الاول. ولا بقولكوا ايه، انا مش هنزل الشارع دلوقتي، هو كان كل شوية بيجيلي بالليل، يعني بالليل خالص كده، لكن دلوقتي النهار موجود، خلونا لما يطلع الليل ننزل الشارع ونحاول نجيب كرتون كات. ايوه انا كده المفروض في الشارع، ويعني على الفجر، فالمفروض الناس كلها في المدينة نايمة وانا بس الوحيد اللي في الشارع. خليني كده اطلع الموبايل. ماشي، اكتب على الانترنت او على جوجل ازاي اجيب كرتون كات واستدعيه. في حاجات بتتقال معينة عشان كرتون كات يجي. طب اقول ايه؟ ايه ده، ايه الهبل ده؟ شنجل بينج؟ ايه ده، ايه العبط ده؟ هو في ايه؟ مضطر اقولها بصراحة عشان انا عايزه في كلمتين بصراحة. ماشي، واحد
اتنين تلاتة شنجر بنجر دو. كرتون كات معاك ولكن معاه ايس كريم عشان جعان بصراحة. ياما ايه ده كرتون كات ايس كريم ايه واحنا في نهار رمضان ايه؟ اه صح ده الفجر فجر اذن. شيله شيله من ايه شيله من ايدك يا نهار ابيض انت فاطر ولا ايه؟ انا اسف يعني بس هو انت لما جيت استدعيتني قلت ايه؟ بصراحة انا مش عايز اقولها تاني لان انا قلتها بصعوبة اصلا يعني وجبتها بالعافية بصراحة. ايوه يعني جبتها من منين يعني؟ بص شوف انا جبتها من جوجل يعني اصل انا شفت اعلانات كتير بتقولك لو مش عارف اي حاجة اسأل جوجل. ايوه يعني انت جاي تسأل جوجل على حظي؟ ما انت استدعيتني بالايس كريم بتاعي المفروض ما كانتش هي دي الاستدعاء يعني الصح. انا اسف كرتون كات بس هو ايه الاستدعاء الصح؟ بص انا اقولك على استدعاء هتجيبني ايه؟ هتجيبني وانا في كامل قواي. استدعيني بكلمة كرتون كات بيحب البنات. هو ايه ده؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متأكد باللي انت بتقوله؟ اكيد طبعا بهزر. ايه اللي كرتون كات بيحب البنات؟ هو في كرتون ايه؟ هو في واحد شرير يعني يحب البنات؟ مفيش الكلام ده. بقولك ايه، بص المهم دلوقتي كرتون كات سيبك من كل الحاجات دي، المهم اللي انا عايزك في حاجة ضرورية جدا. اتفضل قول. دلوقتي كرتون كات انا يعتبر وحيد وسبت الدكتور، انا يعتبر ماليش اي حد غيرك، وعشان كده قعدت ابحث في جوجل ازاي اجيبك واستدعيك لان انا بشوفك كل يوم بالليل لما جنام. انا دلوقتي مش عارف اعمل اي حاجة، لازم حد يساعدني، فما فيش غيرك بصراحة اللي تساعدني. وانا قلت حاجة؟ انا ما عنديش اي مانع، انا شايف بصراحة ان احنا تيم متعاون وهقدر اساعدك واللي انت عايزه. انت بس عايز مني ايه؟ شوف بقى بما انك وافقت على المساعدة فخلينا ننتقم من اول واحد وهو الدكتور. طب هو احنا ننتقم منه ازاي وانت عايز تعمل ايه؟ انا عايز انتقم منه بطريقة كده قوية وبشعة جدا. خلينا نشوف هنعمل ايه. الخطة كالتالي. ما شاء الله ما شاء الله، ايه اللي انت عامله ده؟ ايه يا بابا عامل ايه؟ بصراحة البسين جامد قوي، عمري ما عمت كده بصراحة، المية النهاردة حلوة قوي. بابا انا اول مرة حد يقول لي كلمة بابا في حياتي. ماشي يا ابني ماشي يا ابني، افرح وانا هروح احضر لك الاكل دلوقتي. خليك في البسين عقبال ما احضر لك الاكل. واضح كده ان الخطه هتنجح. استنوا شويه. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ابطال بالي كتير قوي مش ببدا البدايه دي في الافلام، ولكن بصراحه انتوا وحشيني جدا، واحب اشكركم يا ابطال على التفاعل على الافلام وكل السلاسل الحلوه دي يا ابطال. وباذن الله يا ابطال هنكون مستمرين باذن الله في الافلام والقصص الجامده اللي احنا بنعملها، وغير كده يا ابطال بردك في التحقيقات واخبار بلوكس وكل السلاسل الاسطوريه هتنزل كتير قوي يا ابطال باذن الله في شهر رمضان. يعني بص يا ابطال ما تتخضوش من كميه الفيديوهات اللي هتنزل الفتره الجايه، ولكن هتلاقوا هجوم شرس كده جامد قوي الفتره الجايه، عشان احنا يعتبر في ايام البثوث المباشره ما كناش بنعمل خالص فيديوهات، فخلونا يعني كنا بنعمل يعني شويه صغيرين، ولكن يا ابطال ان شاء الله باذن الله في الكام يوم بتوع رمضان اللي هو يعني خلاص يعني رمضان يا ابطال ما بايلوش غير اكتر مثلا من يعني 15 16 يوم ويخلص، فخلونا يا ابطال بقى نعمل احلى فيديوهات مع احلى ناس في الدنيا. والله بحبكم يا ابطال. فتتوقعوا القصه تمشي ازاي؟ حط لايك يا عم، لو ما حطيتش احلى لايك لازقوا، حط لايك واكتب تحت كومنت انا عسل زيك، ولازقوا نكمل في القصه. بس غريبه دي، هو الولد ازاي يقول لي يا بابا؟ عمري ما قالها لي. مش عارف بس كويس، انا اروح اديله الاكل وخلاص. سلام، المايه جامده قوي يا بابا. خد يا حبيبي خد يا حبيبي، انا جبت لك البرجر اللي بتحبه، خد يا ابني خد، اطلع بس كده من الحمام السباحه ده. ماشي يا بابا انا طلعت اهو، هاتولي بقى هاتولي. الله يا بابا والله العظيم جميل قوي، تحفه تحفه جدا، يامي جامد جامد يا بابا. شكرا شكرا يا بابا، انا بحبك قوي بجد، وانا اكتر يا ابني. انا اعمل لك اللي انت عايزه، قول لي بس انت عايز تشتري ايه ويقول روح بكره واشتريه لك. ايه ده بجد يا بابا؟ ايوه يا حبيبي، عينيا ليك والله عينيا ليك. ماشي يا بابا، خلينا نروح السوبر ماركت مع بعض. يلا يا ابني يا حبيبي، جاهز عشان نتسوق؟ حرفيا انت اي حاجة تطلبها انا احطها لك في السلة. حبيبي يا بابا يلا بينا يلا بينا. شوف يا ابني لو انت عايز دوريتوز. ايوه طبعا يا بابا عايزه. يا بابا انت بتاكله؟ لا لا يا حبيبي خد، انا مش باكله، خد اهو. يلا اتسوق براحتك. ماشي يا بابا اتسوق دلوقتي. يلا اخد الدوريتوز. الله جامد يا بابا. بابا انا اخد 2 دوريتوز. ماشي يا حبيبي اتفضل خد انت عايزه بسرعة. اخد واحد دوريتوز،
السلام، احلى بابا ده ولا ايه؟ ايوه بسرعه، يلا يا سلام، يلا هات بيبس، هات بيبس جميل. ايوه بقى، الله ده انا خدت كل اللي في المحل. هات حليب، هات حليب وازازه ميه. واضح ان المقلب دخل عليه بجد. يا عيني دكتور كيوت ما يعرفش ايه اللي هيحصل له، بس مصلحه حلوه قوي ان هو يعني بيخلينا اشتري اي حاجه، ودخلت عليه بقى جو اللي انا بقى ابنه وبقول له يا بابا وكده. ايوه بعد انت لسه ما شفتش حاجه، انت بتقول حاجه يا حبيبي؟ لا يا بابا مش بقول حاجه، بس فرحان يعني، فرحان قوي. يا رب دايما يا حبيبي اشوفك مبسوط يا رب دايما. بس كده يا بابا، تعال نحاسب بقى. ماشي كده تمام، ماشي كده تمام. انتوا هتعوزوا حاجه تانية؟ لا يا عمو، شكرا يا عمو بتاع السوبر ماركت، مش عايزين حاجات تانية، احنا اصلا خدنا كل اللي في المحل، هنعوز تاني؟ هناخدك انت يعني ولا ايه؟ خفيف خفيف لطيف. ماشي، الحساب 500 جنيه بس. ماشي يا عمو السوبر ماركت، انا اصلا همشي انا بقى. ايه ده؟ ما طالما الواد مشي، طب وانت يا غالي، انت اللي واقف اللي لابس زي الدكتور، انت اللي هتدفع ولا ايه؟ ايوه انا اللي هدفع دلوقتي. ماشي 500 جنيه اتفضل يا غالي. ايه حبيبي فرحان ولا لسه؟ بصراحه يا بابا انا نص نص. ايه ده؟ انت لسه مش فرحان؟ طب قول افرحك تاني ازاي؟ شايف يا بابا النادي اللي شغال ده؟ ماله يا حبيبي؟ عايزين نطلع نرقص شويه. وماله يا حبيبي وماله؟ يلا نرقص. ايوه يا حبيبي ارقص ارقص. ايوه اديله يا ابني. ايوه بقى يا حبيبي، يا ده اسعد يوم في حياتي ان اشوف ولد بيقول لي ابني، يعتبر كده انا اتبنيته. يا ابني اخيرا بقى عندي ابن، انا فعلا فرحان جدا باليوم ده. ايوه يا بابا، يا بابا انت مكسوف ترقص، ارقص يا بابا ارقص. ماشي يا ابني انا ما بعرفش ارقص. لا يا بابا ارقص. حاضر يا ابني اهو. يا نهار ابيض كده ما بتعرفش ترقص. اديله. انا لازم استدعي كرتون كات دلوقتي، لان دلوقتي خلاص هو فعلا الدكتور صدق اللي انا ابنه، وقعدت اكلمه على اساس بقى خلاص يعني ان هو ابويا. ايه ده، انا نسيت ازاي استدعي كرتون كات. انا مكسل اطلع جوجل بصراحه، ولكن هو قال لي هو قال لي حاجه انا لحد دلوقتي فاكرها، اما نجربها. كرتون كات بيحب البنات. ايه ده ايه يا عم انت؟ انا كنت بجرب يعني، طلعت الاستدعاء ده والتعويذه دي بتجيبك؟ بص بصراحه انا اقول لك على حاجه، هي بتجيبني زائد البرجر، ولكن يعني انا جعان قوي بصراحه. يعني انت بتضحك عليا وبتقول ان انت صايم وانت اصلا مفجوع وفتره ليه؟ بقول لك ايه، انت هتصاحب عليا يا ابني انت ولا ايه؟ والله اديك بالشاكوش في دماغك. بالشاكوش ايه؟ ما انا معايا برجر، اديك بالبرجر في دماغك. ما تتكلمش كتير، ارغي قول عايز ايه. شوف يا كرتون كات، الخطه بتاعتنا ابتدت تنجح. المفروض دلوقتي اللي انا حسست الدكتور اللي انا ابنه، وفي نفس الوقت هو برضك حس اللي هو اب، وراح اشترى لي حاجات من السوبر ماركت، وكمان رقصنا مع بعضينا في الكلاب. ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي الكلام ده، واضح ان الخطه هتنجح. بقول لك ايه، انت اصلا مش مركز معايا صح؟ والله العظيم هديك بالسطور على دماغك. لا ما دام في السطور انا اشيل البرجر حالا. انا اسف خلاص يا حبيبي انا اسف. بحسب تمام. فبس كده يا كرتون كات، انا زي ما قلت لك كده، المفروض ان الدكتور حس فعلا ان انا ابنه، وانا حسيت اللي هو ابويا، ولكن كل ده تمثيل اصلا عشان الخطه بتاعتنا تنجح. تمام، شوف بقى عشان تكملة الخطة معايا انا، اللي هيحصل كالتالي، انا هظهر للدكتور بنفسي. انت مجنون يا كرتون كات، انت عايز تظهر؟ لا ما ينفعش انت تظهر. بقولك ايه، مفيش الكلام ده، انا لازم اظهر له انا بقى، هو عمره ما شافني. لا ما ينفعش خالص يا كرتون كات. شوف القناع اللي انت لبستوني هناك في المستشفى، انا عايزك تلبسهوني وبس كده، ما تعملش اي حاجة تاني. طيب اما نشوف. يا ابني يا حبيبي، هو راح فين؟ خلونا نشوف. ايه ده، مش قاعد على الكمبيوتر؟ طب خلونا نشوف كده على السرير، هو راح فين؟ ايه ده، الواد ده راح فين؟ مش انا دايما بشوفه هو نايم، مش لاقيه خالص، ما اعرفش هو مستخبي فين.
وانت بتعمل فيها مقلب طيب ولا ايه؟ ياه تاني، انا زهقت، كل شويه الكابينه تقطع، حرفيا الكهرباء بتقطع كل يوم اكتر من مره. انا كمان نسيت الشهر ده ادفع فاتوره الكهرباء. لا يا دكتور، انت دفعت فاتوره الكهرباء وانت فاكر كويس كمان. ايه ده؟ فاتورة الكهرباء مين؟ هو مين اللي بيتكلم ده؟ هو فين؟ فين انت اللي بتتكلم؟ شوف يا دكتور، انت نهايتك قربت، ونهايتك هتكون على ايدي. ايد مين؟ هو اللي بيحصل؟ هو مين اللي بيتكلم ده؟ انا مش شايف حاجة، النور قاطع. ما هو انا اللي قاطع النور، تعالالي. بص وراك. فين؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ابعد عني. لا 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 لا، ما تخافش كده يا دكتور، نفس القناع ده انت شفته قبل كده ولكن في المستشفى، ولكن دي المرة التانية اللي انت شفته فيها. وتقريبا هتكون اخر مرة. سلام يا دكتور. لا.